بسم الله، نشوف مع بعض موضوع layer list او موضوع الطبقات. ده هنا هلاقي عندي layer list. الافتراضي عندي ان انا عندي layer واحدة اسمها zero. لو layer list مش ظاهر عندي، باجي هنا من تول بار واظهر layer list او اخفيها. طيب بما انها موجودة هقول له انا عايز اضيف layer جديدة، فبيقول لي عايز اسمها اني اسم، وليكن مثلا مول، عايز تختار لها اني لون، طب الويتس بتاعك قد ايه، طب اللاير تايب. اوكي بقى عندي كده اللايرين. لو انا جيت ارسم اللاين على الطبقة اللي اسمها وول، هلاقي ده اللون بتاعه عشان انا هنا مختار ريد. هقول له انا عايز باي لاير، ارسم اللاير على الوول. طب لو جيت ارسمها على زيرو، هلاقي خدت لون الطبقة بتاعت الزيرو. تمام، ممكن اضيف كذا لاير، او ممكن اطرح اللاير اللي مش عايزها الغيها. ممكن اغير خصائص في اي وقت، ان انا ادوس عليها واختار من هنا موديفاي، ابدا اختار اللاير سيتنج اغيرها، اخليها مثلا يلو وادوس اوكي. الاقي ان كل الحاجات اللي مرسومه باي لاير على الوول لونها هيتغير مره واحده. وممكن اخفي، لو انا شغال مثلا مش عايز اشوف الوول هلغيها. كده انا بلغي كل الحاجات المرسومه على اللاير اللي اسمها وول، او اقفلها بحيث ان انا لما اجي اعمل موديفاي اعدل حاجه اغير حاجه ما تتحركش معايا.